السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح إضافة جديدة بضيفها لبرنامج الأوتوكاد، بتعمل لي مالتي أوفست لأي شكل من الأشكال، سواء ده كان ريكتانجل مثلا أو أكساد. عايز أحط أرسم الأكساد المسافات ما بينها. الأداة ديت بتحملها من على موقع أوتوديسك، أول ما بتحملها بيظهر لك بالشكل ده. هسطبها عندي، هقول له ايه. طبعا عشان انا مسطبها فهي متسطبه، انت دوبك دبل كليك عليها وبعدين انستول، بتتسطب عندك وبتظهر على الاوتوكاد. تمام، هرجع لبرنامج الاوتوكاد عشان الاقي الاضافه دي. هروح للادونز اللي دي اضافه، هلاقي ظهرت معايا الايقونه دي، هي ديت الايه المالتي اوفست. هعلم عليها. تمام، انا مثلا دلوقتي عايز اعمل اكسات في اتجاه محور اكس كده. عندي مثلا المسافة ما بين الاكس الاول والتاني 3 متر، بعد كده المسافة 4 متر ونص، 2 متر، 3 متر 20، وبعدين عندي مسافة ما بين الاكسين اللي بعد كده متساوية 2 في 3 متر 60، يعني المسافة ما بين الاكس ده واللي بعده 3 متر 60 واللي بعده كمان 3 متر 60، فقلت 2 في 3 60. تمام، لو خلصت كده هقول له اوبجكت، وبعدين حاجة معلم على الخط كده، سواء بقى انا عايز احطهم في الاتجاه ده او في الاتجاه ده، وليكن مثلا حطيتهم في الاتجاه ده. تمام، بالنسبه لي اللي في اتجاه واي هجيب ماسح كل دول. تمام، واجي جاي هنا اقول له مسافه 3 متر، 3 متر ونص، 2 متر 80، 3 متر 40، و 6 متر 20. بعد كده اقول له اوبجكت، واجي معلم هنا، شوف بقى على حسب انا عايز احطهم فين، وليكن احطهم هنا. تمام، حاجة عامل ريكتانجل هنا كده. عامل ريكتانجل من هنا لهنا، وهعمل ايه اوفست للريكتانجل ده 2 متر بره كده عشان اقدر اعمل ترمات. هعمل اي اكستريم للريكتانجل ده من بره. تمام، عايزين نتاكد ان الحاجات اللي احنا رسمناها بالمالتي اوفست مظبوطه ولا لا. هاجي رايح للكويك دايمنشن، معلم على كل دول، وادوس انتر. جبت الدايمنشن انا كنت راسمها 3 متر 4 متر ونص، 2 متر 3 متر 20، 3 متر 60، 3 متر 60 اللي هم الايه اخر اكسين اللي كانت المسافه ما بينهم متساويه. كذلك برضو في الاتجاه الثاني من دايمنشن كوك دايمنشن، حاجة معلم على دول كده مرة واحدة، ودوس انتر، واجي حاططهم هنا. اول مسافة كنا بادئين من تحت، كان تحت وانا رفعته فوق 3 متر، 3 متر ونص، 2 متر 80، 3 متر 40، 6 متر 20، ده كان اخر اكس. تمام، دي بالنسبة لموضوع الاجسام، بتقدر تفيدني في موضوع الاجسام. طيب انا ممكن يكون عندي ريكتانجل زي ده كده وعايز اعمل اكتر من اوفست، يا اما جوه المربع او خارج المربع. تمام، فانا مثلا عايز اعمل اوفست على بعد مسافه نص 4 مرات، يبقى 4 في نص، وبعدين اعمل كمان اوفست على بعد 2 متر. تمام، وهقول له اوبجكت، حاجه معلم كده على حسب الاتجاه اللي انا هعلم فيه، هنا يا جوه يا بره، يا جوه يا بره. تمام، فانا مثلا حاجه معلم بره كده، عمل لي مسافات الانصاص وبعد الاربع مسافات انصاص، وبعد كده عمل لي المسافه ال 2 متر. تمام، ممكن نتاكد من الدايمنشن دي، نص 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 ودي 2 متر. تمام، ممكن في حاجه كمان، ان انا استخدم حاجه اسمها الاوبجكتس. الاوبجكت دي لو انا اديته سالب هيرسم جوه الشكل، لو اديته موجب هيرسم لي بره الشكل. تعال نجرب كده، معلمينا مثلا على كل ده وعاملين له ديليت، يفضل لنا بس ده. فانا مثلا هقول له 4 كل نص، ودي خليها بالسالب، هقول له اوبجكتس. مجرد ان انا اختار واضغط انتر، هو رسم عمل اللي بالموجب جوه الشكل، والماينس طلعه بره الشكل زي ما احنا قلنا كده بالظبط، الماينس بره الشكل والموجب جوه الشكل. تمام،
طب حاجة زي دي كده ممكن تفيدني أنا كمدني في إيه؟ أنا مثلا عندي لوحة أساسات زي دي، رسمت القواعد الكومباين القواعد العادية، وعايز أرسم القواعد الإيه؟ رسمت القواعد المسلحة المنفصلة، وعايز أرسم القواعد العادية، فأعمل لير أيزوليت مثلا لدي، وأروح أقف مثلا على اللير بتاعت القواعد العادية، ستراكشر بلين كونكريت تمام، وحاجة جاي هنا هقول له أنا عايز أعمل أوفست، احنا قلنا الموجب لبره، فهعمل لبره المقدار مثلا وليكن سمك العادية 10 سنتي، وهقول له اوبجيكتس، وحاجة معلم على كل دول مرة واحدة، وادوس انتر هلاقيه عمل لي العادية. بس هعمل كنترول زد تاني عشان هستفيد بميزة معينة جوه البرنامج. هعمل لير ايزوليت دي تاني، هرجع عيدها تاني بس معلش، هفتح اللير بتاعت الايه البلين كونكريت، وهقف على اللير بتاعت البلين كونكريت وانا شغال عشان يرسم لي كل حاجه على اللير بتاعتي. هعمل نفس الكلام وهختار اللير من هنا يوز الكرنت لير، اقول له استخدم لي اللير الكرنت تمام. لو ما كنتش انا واقف على اللير بتاعت البلين كونكريت كنت ممكن انزل اختارها من هنا تمام، وهقول له اوبجكتس وحاجة معلم على كل دول مره واحده، وهجي دايس انتر هبص الاقي رسم لي القواعد العاديه زي ما احنا شايفين كده، رفرف 10 سم من كل الجهات. تعال نتاكد من المسافه دي ان هي مظبوطه اهي، هاجي جاي من هنا ادي 10 سم في الاتجاه التاني نفس الكلام 10 سم كده، شغلي مظبوط. وفي لحظه قدرت اعمل القواعد العاديه بالطريقه دي، وقدرت اوظف الامر دوت انه يفيدني في الحته زي دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.